مساء الخير عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا معانا فيديو النهارده، فيديو التقفيل بتاع الفستان اللي احنا نزلناه امبارح. الفستان ده هنقفله النهارده بكل تفاصيله بطريقه سهله وبسيطه جدا، لو المبتدئين كمان هيقدروا يفصلوه. النهارده يبقى الجيومي بتاعنا منفصل، والقصه بتاعت صدر والجبير. يلا بينا. ده الفستان بتاعنا اهو. دي الصدر والظهر والكمام والجبير والقصة وكل حاجة. أول حاجة دي الصدر، وبعدين ده الظهر. هنعمل لهم بنسة كده تبقى في النص، بنسيب مسافة الخياطة بس، وبعد كده بنعمل البنس اللي هي الاستاسونة بتاعتنا في النص كده، وبعد كده بنعملها سنتي ونص في طول 15 سنتي. هنعمل الأربعة كده، الاتنين اللي في الظهر والاتنين اللي في الصدر، دول في الجزء اللي فوق. مش هنعمل الجبر بتاعنا، احنا هنعمله في الستان بس. ده الظهر معانا اهو، نجيب ال ده نص الظهر، نجيب الجبر بتاعنا كده ونمسكه. زي ما انتوا شايفين كده، عشان ده هيبقى نص الياقة، فاحنا ما بنقفلوش مقلوب، بنقفله طبق الأصل كده. ونرجع عند آخر حاجة كده، يعني ايه، بنسيب اللي هي ايه، ان احنا خدنا في ال احنا قصونهم الاول الجبير قد الستان. دلوقتي احنا عملنا ساسونة في الستان وما عملناش في الجبير، فبالتالي بيطلع معانا من الجنب ده يعني نص سنتي كده ولا سنتي، ومن الجنب ده نص سنتي برضه. هذا زي ما انتوا شايفين كده، وهنقصها في الاخر. ده اهو مظبوط وبالظبط 10 اهو، وده نفس الكلام. لو قابلنا خرزية ولا حاجة بنشيلها عشان ما تجيش تحت المكنة وتفرتكها. هو المكن بتاعنا ده اكتر حاجة بيكرهها الخرز والاسترس. الخرزية تيجي تحت الإبرة تزعل المكنة وتزعلنا احنا معاها. احنا كده عملنا الظهر، الصدر برضو نعمله نفس الكلام بالظبط، كأننا بننسخ حاجة. وجبتلكم النهاردة هعرفكم على طريقة حلوة اللي احنا نقيس نعمل بها الياقة اللي هي بتاع الفساتين دي، اللي هي بتبقى نص الياقة. هعرفكم برضو بطريقة حلوة ازاي هنعملها، وازاي اللي ما تطلعش واسعة من عند الرقبة وتطلع ملمومة. فالناس بتعمل اللي هي تلاقيها واسعة من عند الرقبة كده، انما لا، احنا هنعملها تبقى ماسكة على الرقبة ويبقى شكلها شيك، وكله هيبان معانا في الاخر. يعني النتيجة بتاعتنا في الاخر انت عارفين اللي احنا بنصوره على الملكان، عشان نشوف التعب بتاعنا راح على فين. وانتوا رأيكم برضو يهمني في التعليقات.
زي ما انتوا شايفين كده اهو، كل حاجة بالظبط. هنا اللي احنا هنشيلها اللي هي هنا دي، ده كده الصدر بتاعنا اهو. شوف القصة بقى، خدوا بالكم منها، 10 20 30 40 50 سنتي، وده كمان 50، يعني عرض 50 في طول 50. هنتنقل أول حاجة كده اهو من عند البنسة دي كده، ونعمل كسرة هنعمل اللي تحت بالظبط زي ما هما ماشيين معانا، انما اللي فوق يعني ممكن تجي كسرة في الكتف وكسرة في الجيرو كده يعني، فعادي نعمل زي ما هي ماشية بالظبط، جت في الجيرو نعمل، جت على الكتف نعمل. هنوريكم دلوقتي يعني القصة دي عرضها 50 في طول 50، عشان اما ما احنا بنجي نركبها الكام معانا ما بتبقاش اللي هي كسرة على خط مستقيم، لا بتبقى مايلة كده اهو زي ما انت شايفين اهو. نمشي كده بالظبط، المفروض اللي يكون الستان يعني ايه مشدود على التل جامد، يعني لا القصة دي تكون مشدودة، عشان اما الفستان يركب من تحت الفستان هيشدها، تبقى شد على الصدر كده ما تكونش مرخية. يعني شفت لازم انت تتعمل بالظبط، ما ينفعش اللي احنا نعملها تطلع معانا مش مظبوطه ونمشي، لا فكناها مش هتاخد معانا ثانيه وهتبقى جميل. هذا زي ما انا بقول لكم تكون مشدوده نشدها خالص، يعني يعني الصدر بتاعنا بيبقى طوله 40، احنا ممكن نخليها 39 او 39.5، المهم تكون اصغر منه بنص سنت كده ولا حاجه، عشان الفستان الجبونه والستان هيركبها من تحت هيشد الصدر، يشدها معاها تبقى مشدوده على الصدر بدل ما هي بتبقى ايه، عشان انا شفت ناس عاملينها بتكون القصه بتاعتهم دي الفستان تمام والقصه دي مرخيه كده. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، هنقفلها بقى من الكتف والجيرو والجناب، عشان في ناس بتقولوا القصة دي ماسكة في الجناب ولا لا، ايوه هي ماسكة في الجناب زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط. تمام كده ماسكة في الكتف والجيرو والجنب اليمين. بنقصها نقلبها بقى من الظهر ونقصها بقى عشان تبقى قد نقلبها على نقلب الصدر كده على الظهر بتاعه، ونسواها بقى زي ما انتوا شايفين كده، اي حاجة 10 على 10. تمام كده هنركب بقى الكتف بتاعنا عادي كأن ما فيش اي حاجة.
ده كم اهو. هنبدأ قاعدة خالص. ده كم هو الكم الستان المعشن بتاع جوبير. ونجي كده عند قبل خط الكتف ب2 سنتي ونبدأ بقى نكشكش جامد. واحنا بنكشكش كده نركز في الطرف بتاع الكم والطرف بتاع الجيرة عشان نفضل نكشكش لحد ما الطرف نحس ان الطرف هيجي على الطرف اللي هما الاتنين قد بعض يعني. نكمل بقى بدل ما نعملها ويطلع فيها زيادة او نكشكش ومناخدش بالنا ويطلع ناقصة نرجع نفكها تاني. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم نسيب نص الكتف ونسيب 2 سنتي من هنا و2 سنتي من هنا ونص الكتف في النص. يبقى من دلوقتي معانا 4 سنتي. ال4 سنتي دول هنكشكشهم فيها زي ما انتوا شايفين كده. او نحاول ان احنا نكشكش نشوف الطرف على الطرف زي ما هو كده قدامكم دلوقتي. ما خلصت معانا مثلا الكشكشة خلاص ظبطت معانا كده والكم جه على قد الجسم. نكمل بقى عادي من غير كشكشة ولحد ما نطلع قدام. ودلوقتي ده الكم اللي هو الستان بنكشكشه كده عشان هنركب فيه الجبرة اللي من قدام. عملناه على قد الجبرة بالظبط. احنا كنا قاصين وكان اكبر من الجبر. عملنا الكشكشة دي بقى قد الجبر دلوقتي اللي هو الجبر هيبقى المعشم. فروحنا مركبينه زي ما انتوا شايفين كده اهو نفس الصورة بالظبط. الكم التاني نفس الكلام عشان احنا عاصين الجيرو اللي هي الحردة بتاع الجيرو نفس الحردة بتاع الجيرو بتاع الستان. احنا نشوف اللي احنا عملناه في الستان ونعمله هنا في الجبير نفسه بالظبط. هنيجي عند 4 سنتي برضو ونحط خط الكتف في وسطهم. نعمل علامة 2 سنتي من هنا و2 سنتي من هنا عشان يطلع الكتفين زي بعض. ونكشكش الكشكشة كلها في ال4 سنتي دول. ويبقى كده الكمين معانا طلعوا مظبوطين والرفعة بتاعتهم بتاع الكتف هتبقى نفس التانية نفس بعض يعني. مفيش واحد كمه مرفوع والتاني كمه نازل. كل الحاجات دي بتطلع من المسافات يعني. الغلطات اللي احنا بنشوفها اللي هي بتاع الكم تلاقيه مرفوع وكمه مش مرفوع بتاع المسافات. نقيس المسافة اللي هي بين الخط بتاع الكتف ونقيس مثلا 2 سنتي من هنا و2 سنتي من هنا يبقى 4 سنتي. نعمل علامة كده والكتف التاني نعمل علامة والمسافة اللي احنا هنكشكشها تبقى بين ال4 سنتي دول وال4 سنتي في الكتف التاني يطلعوا الاتنين مظبوطين. هي مرفوعة اهي هما الاتنين زي بعض. نصرف الجير بقى نصرف النام اهو. هنجيب التل الاول زي ما انت عارفين عشان ده التل هيبقى تحت ستين الكم المقسم. نقفل التل الاول
الطول بتاعنا عشان اللي هو الجبر ده قصدي، عشان ما هوش بيمط قوي، فاحنا نخلي الفتحة بتاعته 10.5 أو 11، ما تزيدش عن كده عشان هتبقى كبيرة، وما تقلش عن كده عشان هتبقى ضيقة. يعني انا عاملها دلوقتي 10.5 اهي، اللي هي الفتحة بتاع الكم المعصم بتاع الجبير. انما الستان بيبقى لكرة، فنعمل الفتحة بتاعة الكم بتاعنا من قدام هتبقى مثلا 9، هتشوفها دلوقتي. هنتن الكم بتاعنا اللي هو بتاع المعصم اللي تحت، التانية عادية خالص على سن الإبرة كده، نخلي 9 سنتي. واحنا بنقفل كده نشوف الوسط بتاعنا قد ايه، عشان لو كان مثلا 19 نقفله، لو كان 20 نقفل على نفس المقاسات بتاعتنا، عشان احنا سايبين زيادات، احنا سايبين 2 سنتي زيادة اهم زي ما انتوا شايفين في التقفيل. ده الكم المعصم اهو، الجبير هتبقى فتحته برضو كام زي ما احنا عملنا التاني، 10.5 أو 11 اهو. ونطلع بقى عادي، ايوه كده، نقفل الكم بتاع اللي هو الستان المنفوخ ده، نقفله عادي بقى. النتيجة هتعجبكم في الآخر وهتتبسطوا منها جدا جدا جدا. هنقيس بقى الوسط بتاعنا اهو بالظبط اهو، يبقى فاضل بس تركيب السوستة، يبقى مظبوط 10 على 10. ده الستان بتاعنا اهو، والجمهور بتاعنا اهو، انت عارفين اللي هما الاتنين قد بعض بالظبط. هنروح جايبين الجمهور كده، وبعدين نجيب الستان نحطه عليه اللي هو الكالوش، ونخيطهم الاتنين من فوق، يعني نخلي الوسط بتاعهم من فوق 1. يعني ايوه زي ما انتوا شايفين كده اهو، نظبطه كده، ونجيب الطرف اللي هو بتاع الستان عليه، ده من الطرف اللي فوق بس اللي هو بتاع الدوران اللي هو اللي هيمسك في الوسط. بنمسكهم في بعض كده، هو شغل الجمي بيغلب شوية بس بيطلع النتيجة حلو. دي كده الجمي اللي مش ملزوق، احنا مش لازقين، هنسيب الجمي منفصل. احنا عرفناك على الجمال بالرو، وعرفناك الجمال بالرو اللي هو عامل زي الفازلين كده بتاع الاساور بتاع الاكمام والليقات، وده الجمال السلك اهو بطريقة سهلة خالص ومن غير ما حد يلزقها ولا اي حاجة. وبإذن الله هنعرفكم برضو الجمال السلك ده، هنعمل لكم فيديو للجمال نفس ده بس بيتلزق بقى، الفرق من ده ومن ده بيتلزق. اللي احنا هنجيب في حاجة اسمها عنكبوت،
اللي هو عمل زي ما احنا رحنا نجيب فازلين اللي هو بتاع الاساور ده، بيروح يجيبه لنا من لفة كده مدورة في حاجة اسمها عنكبوت او لزق، اللي هو دبل فيس اللي بيلزق من ناحيتين عامل زي الشاش كده خفيف خالص. ده بيجي برضو بالمتر او باللف عادي زي ما انتوا بتحبوا، وبتقص نفس القصة بتاع الكالوش بتاع الجوميه وبتاع الستان، يعني بيبقى كأنهم 3 طبقات، نحط الستان ونحط الطبقة اللي هي بتاع الفازلين دي اللي هي بتاع العنكبوت اللي هي بتاع الدبل فيس، وبعدين نحط الجوم عليهم والمكوة تشتغل ونلزقهم الثلاثة ببعض، هيروح ماسكي كده. دي جيوم الملزوق. هنعمل لكم فيديو برضو ايه الشرح المبسط بإذن الله، ركزوا بس معايا دلوقتي. احنا مسكنا الجومية في الستان من فوق، وبعد كده بنعرف المسافة اللي معانا قد ايه، يعني قسنا دلوقتي زي ما احنا قسنا زي ما انتوا شفتوا الوسط معانا كان 38، هنقيس البتاع الجمهور بتاعنا دلوقتي مع الستان ده ونشوف الفرق معانا هيبقى قد ايه، ونكشكش الباقي زي ما انتوا شايفين كده. الجمهور ده ما بيتكشكش، هو بيتعمل كسرة صغيرة كده، كسرة زي نص سنتي نص سنتي نص سنتي كده. نفسه بالظبط، مفيش اي حاجة. بنركبهم بقى الثلاثة مع بعض كده في الوسط زي ما انتوا شايفين. الجمي مسك في الستان وبعد كده اتكشكش اللي هو تحت الوسط، وبعد كده ركب فين؟ في الصدر والظهر. بعد دلوقتي كل حاجة قدامكم على الطبيعة ايه. كده مسك في بعض اهو زي ما انتوا شايفين كده، نفس الصورة بالظبط، شكله جميل خالص. شكله عامل ازاي كده؟ هنسرف الوسط بتاعنا عادي، وسرف انه ركزوا بقى في الرقبة بتاعتنا. احنا دلوقتي بنقيس المقاس بتاعنا اهو بتاع الرقبة، طلع معانا كام؟ 45. احنا نعمل اللياقة بتاعتنا، هنقصها اللي هي هنقص 10 سنتي زي الحزام. هتشوفوا دلوقتي احنا قسنا اللياقة معانا كام؟ 45. شوف احنا هنقصها هنا قد ايه. هنجيب حتة قماشة من الفضلات بتاعتنا اللي احنا قصيناها، هنجيب بس تكون لكرة يعني، ما تكونش من جنب الثابت، تكون من الجنب اللي هو بيتمط ده. اهي بنقلل عن المقاس 45 كام سنتي؟ 2 سنتم. يعني احنا اللي معانا 3 45، خلينا دي 43، ونبدأ بقى
ونشد اللي هي 43، نشد نمسك الطرفة من هنا والطرفة من هنا ونشدهم نخليهم قد 45 بالظبط. أكيد فاهمني طبعا، أكن في حاجة بتتشرب يعني من المكنة من تحت، من وشة المكنة بيشدها فبتظبط معاها. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، اهي شدها من تحت اهي ومضمومة من فوق. احنا عشان احنا مصغرين اللي هي عن الجسم، فبالتالي شددها من تحت، الجسم شدها فردها، ومن فوق مضمومة تروح ماسكة على الرقبة. وده التلبسة بتاعتنا اهي، هنقفلها من الجنبين من اول للاخر، والتلبيسة اللي هي الجسم اللي من ورا، الخط اللي هيبقى في السوستة هنقفله ونسيب بعد 10 سنت كده ونقفل. يعني هنقفل الجنبين بتوع التلبيسة اللي هما في الجناب، انما الخياطة اللي هتبقى من ورا اللي بتاع السوستة هنقفلها بعد 10 سنت، عشان ال10 سنت اللي احنا سايبينهم هيبقى اللي احنا نركب فيهم السوست. زي ما انتوا شايفين كده اهي، بعد 20 سنت كمان اهي كده كده التلبيسة مش بتبقى ماسكة في السوستة، احنا بنمسكها مثلا نلف حوالين الوسط كله ونيجي عند السوستة قبل السوستة بسنت كده، ونروح عاملين فرمطورة ونوقف التلبيسة يبقى اخرها هنا. ولو التلبيسة طلعت واسعة شوية مثلا هتبقى كبيرة، نديلها كسر عادي. واحنا شغالين كده لما نيجي نسيب التلبيسة كده عند اخر المكان بتاع السوستة هنلاقيها هيعديها، نروح نعمل كسرة عشان تظبط معانا. دي في التلبيسة بس. ده السوستة بتاعتنا اهي، هنقفل فين؟ ده الستان اهو، الستان ده اللي السوستة هتمسك فيه كامل، انما في التلبسة مش هتمسك، في الجماعة هتمسك سنتة او 2 سنتة وخلاص. بعد 10 سنتي ونقفل ده في الستان. ونتناها كده تانية صغيرة خالص على سن الإبرة، تانية واحدة بس احنا كده كده مسرفلينها.
خلصنا الديل بتاعنا اهو. هنجيب الجيمي احنا سيبنا الستانة 10 سنت، انما الجيمي ممكن نسيبه 15 او 13 اللي هو يبقى اكبر من الستانة، يعني الفتحة اللي احنا سيبناها. ونقفل عادي خالص، ده كده عشان اعرف اقلبها. المهم اللي احنا بنقفل الظهر بتاع السوستة بنسيب 10 سنتي، والظهر بتاع الجوميه بنسيب 15 سنتي او 14، المهم يكون اكبر منه من الفتحة اللي احنا عملناها في الستان، عشان لما نيجي نركب السوستة تبقى مريحة معانا خالص. هتشوفوا دلوقتي كل حاجة قدامك. والديل من تحت ممكن نركب له شريط جيومي اللي هو العرض 5 سنتي ده، وممكن ما اركبلوش. دلوقتي انا بتنيها زي ما انتم شايفين كده، يتصرف العاد الجمي ده، وبعد كده نتنيه من تحت زي ما انتم شايفين. تنينا حتة، مثلا الحتة اللي احنا تنيناها دي جي 3 سنتي، بس بتدي معانا نفشة في الاخر كبيرة. ده الدوسة بتاعتنا زي ما انت عارفين، الدوسة ده بنغيرها دوسة مفرد عشان نركب بيها السوستة بتاع الظهر، ايا كان هو الفستان يعني جومي عادي السوستة السحرية بركب لها الدوسة المفرد. في دوسات يمين وفي دوسات شمال، يعني احنا دلوقتي شغلنا الدواسة فتحتها يمين فتحتها شمال، عشان ممكن الناس تروح تجيبها تلاقي فتحتها يمين وما يكونوش عارفين. انما لا، انت تحط الدواسة قدامك كده يبقى الفتحة شمال، يبقى دي بتاع السوستة. زي ما انتوا شايفين كده هتركب في الستانة كلها في ال10 سنت اللي احنا سايبينهم كلهم. اهو بنبدأ من تحت، يعني بدأنا واحدة من فوق واحدة من تحت،
ونحاول نشوف الجمية واحنا بنركب من فوق كده واحنا نازلين. من بعد ال10 سنت دول الجمية مسك في السوستة قد ايه، هتلاقي مثلا سنت او 2 سنتي. نمسك برضو الجمية في واحنا بنركب العكس كده زي ما انتوا شايفين، نخلي الجمية بتاعنا يبقى ماسك سنت او 2 سنت برضو، عشان ما ينفعش الجنب ده يبقى الجمية تحت السوستة ماسك فيه كتير ويجي في الجنب التاني نلاقي تحت السوستة مش ماسك فيه او ماسك فيه حاجة صغيرة. احنا عايزين الاتنين يبقوا قد بعض عشان لما نيجي نقلبه كده والعاملة تلبسه يكون مظبوط من ورا، ما يكونش في حتة عالية وحتة نازلة. زي ما انتوا شايفين دلوقتي ده وسطنا تاني اتغيرت، التلبسة بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين. هنقلبها بالعكس عشان الشوك اللي هو بتاع الجومي ده ما يجيش على الجسم، انت فاهمين يعني. انا خدتها كده، ركزوا معايا في القلبة بتاعتها، هتلاقي القماش الوسط ده مش باين متداري، التلبسة معمولة بالعكس فمدارية، لما تكون ملبوسة فبتكون متدارية. وبعدين نلف الوسط بتاعنا كده وخلاص، كده يعتبر 90% خلص او 95%. كل حاجة قدامكم على الطبيعة. دي الحزام بتاعنا زي ما انتوا عارفين بيبقى الوسط مثلا 40 سنتي، بنخليه ده كام؟ بنخليه 39 بالظبط، يعني احنا بنقص 39 او ممكن نقص 40 بالظبط. والخياطات بتاعتنا بقى والاسكوتش اللي احنا هنلزق ده هيعمل حيز هيبقى ضيق، فالمطة بتاعتنا اللي هي الليكرة بتاع الحزام هي اللي هتظبط الفستان وهو ملبوس. انما لو احنا عملنا الصف بتاعنا 40 هينزل منها، لازم نخلي الصف بتاعنا بعد ما نلزق ونظبط حاجتنا يبقى الصف بتاعنا 38 39 كده، يبقى قليل شوية عشان بالتالي ما تيجي تحط على الوسط يبقى ماسك على الوسط مش نازل. كل حاجة قدامكم اهي، ده الاسكوتش اتلزق
يبقى احنا كده خلصنا الفستان بتاعنا، عملنا الستان والجوميه والجوبير والقصة بتاع الصدر. الفيديو ده كده هتستفاد منه حاجات كتير، ولو في ناس اول مرة تسمعنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. ويلا بينا عشان اوريك الفيديو على الطبيعة الفستان بعد ما خلص. بسم الله ما شاء الله، ده الفستان معانا اهو، ده القصة بتاعتنا، نور الاول بسم الله ما شاء الله. ده الفستان زي ما انت شايفينه، ودول القصة بتاعتنا والجومي تحت الستان اهو، والكم بتاعنا كم منفوخ وكم معصم عادي، والقصة بتاع الصدر زي ما انت شايفينها، والكشكشة بتاع الستان والجومي، والكم المرفوع واللياقة والحزام، حاجات كتير قوي اكيد استفدتم منها بحاجة. فانت عشان استفدت فيدني انت الاخر واعمل تعليق، ولو في اللايك بتاعك الجميل، ولو في مشاركة مثلا تشارك الفيديو بتاعنا ده يبقى كتر خيرك عشان نستمر في نشر المزيد وكل الناس تستفاد زي ما انت استفدت كده. ننشر المعلومة لكل الناس، عشان في ناس كتير بتسأل على الحاجات دي، والله والحاجات دي كورساتها غالية، احنا بنعملها لكم مجانا. فانت اللي شاف حاجة الخير فمن اتعلم وعلم. لو انت في ايدك اللي انت تعمل المشاركة للفيديو ده وتنشره للناس يبقى كتر خيرك، خدمتهم وخدمتني. ولو الفستان عجبك ما تنساش برضو اللايك بتاعك والتعليق بتاعك، ولو محتاجين اي حاجة اكتبوا علي في التعليقات، وانا هبعت لكم جروب انا لسه عامله. الجروب ده هيبقى لتعليم الخياطة، عشان لو في اي حد عاوز يبعت اي حاجة نبعتها عليه وكل الناس تفيد بعضها برضو عليه، يعني صور او اي حد عاوز يسأل عن اي حاجة يعني انشرها في الجروب ده. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، انتظرونا بإذن الله في الفيديوهات الجديدة. هعمل لكم فستان سواريه قشر سمك وله اكستنشن شيفون بإذن الله في الفيديو اللي جاي. وتصبحوا على خير، وما تنسوش اللايك والتعليقات بتاعتكم الجميلة لو الفيديو عجبكم. باي باي.